معانا يعني، ونتكلم كمان بالتحديد عن مستر هيدوكوتي وابرز ما يميزه هو كابتن كبير كابتن محمود الجوهري. خلينا سريعا نروح لمداخله مهمه جدا مع احد ابناء النادي الاهلي، هو كابتن محمد عبد العظيم عظيمه نجم النادي الاهلي السابق والمدرب او المدير الفني الحالي لفريق ظفار العماني، واللي عايزين اكيد نبارك له كمان على الفوز ببطوله الدوري. يا كابتن عبد العظيم مساء الخير عليك. الو، السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشنا كتير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اهلا بيك يا استاذ امير، وسعيد جدا برؤيتكم، وانا كنت شايفكم دلوقتي ومتابعكم في التلفزيون، وسعيد جدا 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 برضو طبعا برؤيه دكتورنا الكبير والعلامه الدكتور مفتي ابراهيم، تعلمنا منه كتير حقيقه يعني في كليه التربيه الرياضيه طبعا، من خلال تمريناته كمان في النادي الاهلي كنا بنيجي نتفرج عليه فيها، ما شاء الله عليه يعني حاجه كويسه جدا جدا جدا، وطبعا له مؤلفات كبيره وكثيره، والحمد لله بفضل الله علينا برضه استفدنا منها في الفتره اللي فاتت خلال طبعا دراستنا في التدريب. اكيد اكيد طبعا، انت احنا سعداء بحضرتك معانا على الهاتف، وهنتطرق معاك كمان لعلم التدريب، وانا عارف ان حضرتك محاضر في الاتحاد الالماني بكل تاكيد، فاكيد هتفيدنا بشكل كبير في موضوع هذه الحلقه. لكن في البدايه طبعا عايز ابارك لك على الفوز ببطوله الدوري والكاس العماني مع فريق ظفار، واكيد ده انجاز كبير جدا، والاهم ان انت فزت بالبطولتين تقريبا من غير ولا هزيمه، واكيد بعد موسم شاق وصعب جدا قدرت تحقق البطولتين دول يا كابتن عظيمه، وانا ببارك لك بكل تاكيد يعني. الله يبارك فيك يا استاذ امير، اهلا بيك طبعا، وسعيد جدا بوجودي معاك، والله يبارك فيك، وطبعا يعني المجهود ده ما بتكونش ليا لوحدي، لا بالعكس، احنا كان معانا منظومه كويسه على اعلى مستوى، معانا مجلس اداره عالي جدا جدا ما شاء الله عليهم، فادت طبعا او على رئاستهم الشيخ علي الرواس، ومعانا طبعا جهاز اداري على مستوى عالي، طبعا المدير الرياضي الاستاذ عادل عباس راجل مصري برضه ما شاء الله عليه كويس، وطبعا معايا كان في الجهاز الفني طبعا مجموعه من الكباتن، كابتن عمار الصديقي وكابتن فواز وكابتن عادل فايد، وطبعا الناس دي كلها لازم اذكر اسمهم بصراحه، لانه احنا قمنا بمجهود عالي جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، وبحمد وبنحمد ربنا طبعا الحمد لله على ان احنا خدنا البطوله بدون هزيمه، او حسمنا البطوله بدون هزيمه، فاضل 5 مباريات لسه او 5 اسابيع، وان شاء الله نحاول نعمل يعني ارقام قياسيه زي ما احنا عملناها كده الحمد لله رب العالمين، معايا مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين، فبنقدر برضه نشرف الكره المصريه، وبنقدر برضه نشرف المدرب المصري في اي مكان الحمد لله رب العالمين. حضرتك كنت كمان مدير فني لفريق مرباط العماني على ما اعتقد كده مع بدايه الموسم، وبعدين انتقلت لفريق ظفار، الامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه لك، والقرار اللي حضرتك خدته بانتقالك لاكبر تقريبا فريق في عمان وهو فريق ظفار العماني؟ في البدايه فعلا كنت شغال مع نادي مرباط، للاسف الامور الماليه يعني ممكن ما كنتش اكمله، ما قدرناش نكمل مع بعض. اتكلم معانا كان في موجود برضه كابتن محمد وهب علاء مدرب مصري برضه كان موجود في نادي الزبار، واعتذر عن المهمه، والناس اتكلموا معايا فقلنا اوكي، والحمد لله رب العالمين يعني كانت برضه خطوه كويسه جدا جدا طبعا. نادي ظفار نادي الزعيم يعني الكره العمانيه، وطبعا صاحب 25 بطوله يعني البطوله اللي احنا خدناها لهم دي الحمد لله اللي هي 25 بطوله اللي هو بيسموه اليوبيل الفضي هنا في عمان كويس. يعني الامور مشت بشكل كويس الحمد لله، طبعا في فرق بين مرباط، طبعا نادي مرباط نادي محترم، ونادي ظفار طبعا نادي غني عن التعريف، صاحب بطولات، صاحب طاولات وجولات في البطولات العربيه والبطولات الاسيويه والخليجيه، يعني الحمد لله رب العالمين، اكيد دي نقله كبيره جدا جدا وهتاثر في حياته المستقبليه في عالم التدريب ان شاء الله. مستمر معاهم يا كابتن ولا لسه ممكن يكون عندك بعض العروض الاخرى في بعض الدول المختلفه؟ والله الناس بيتكلموا معايا يعني كلام شفوي، بس طبعا يعني انا بفكر بجديه ان نكون متواجد، انما انا برضه زي ما حضرتك قلت كده ان في عروض فعلا جايه لي من مصر دلوقتي كويس، وفي بعض برضه الفرق العمانيه برضه اتكلمت معايا، وفي ناس من الخليج يعني، في ناس كلمتني من الامارات يعني، فطبعا كنت العروض اللي جات لي دي كلها طبعا يعني ما اقدرش انكر فيها فضل طبعا ظفار عليا كويس، وقبل ظفار طبعا النادي الاهلي اللي انا كنت متربي فيه اكيد، واشتغلت فيه طبعا كمدرب عام، خدنا بطوله السوبر طبعا مع كابتن زيزو، وخدنا كمان بطوله الدوري مع مستر يول اكيد يعني الحمد لله رب العالمين يعني،
طيب بمناسبه النادي الاهلي وحضرتك طبعا كنت مدرب العام في جهاز مستر مارتن يولا المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي، هل متابع دلوقتي الدوري؟ ولو متابع شايف فرص النادي الاهلي ازاي في تحقيق بطوله الدوري هذا الموسم؟ وهي بطوله اكيد صعبه يعني زي ما اكيد حضرتك متابع. هو هي طبعا البطوله صعبه فيها طبعا الزمالك ونادي بيراميدز. نادي بيراميدز طبعا تجربه جديده، انا شايف انها تجربه ايجابيه جدا، فنيه ايجابيه جدا عاليه جدا بغض النظر عن سلبيات الفتره الاخيره. انما هي كتجربه استثماريه رياضيه انا شايف ان هي تجربه كويسه جدا. كويس. محتاجين كمان ثلاث او اربع انديه كمان يخشوا بنفس المنهج كده القوي بالنسبه للبيراميد. انما النادي الزمالك طبعا نادي كبير ومعروف اكيد عريق. انما انا شايف ان خبرات النادي الاهلي هي اللي هتحسم الموقف. النادي الاهلي ما شاء الله عليه يعني في الفتره الاخيره دايما يعني ما بيستغناش عن بطوله الدوري، يعني دايما بطوله الدوري تعتبر حاجه اساسيه بالنسبه له، اساسيه وبتمشي لوحدها للجزيره، يعني تلاقي الدوري ماشي لوحده كده رايح على الجزيره. لا يعني هو عارف طبعا، عارف بيته، عارف طريقه. انا شايف عارف طريقه. انا شايف ان النادي الاهلي له فرص اكبر باختيار كفته، لعيبته كويسه. انا شايف ان هو برضه يعني اوكي، يعني بالنسبه لبطوله افريقيا طلعنا منها، يعني كنا نتمنى ان احنا كنا نكمل للاخر، انما خلاص هتخلينا دلوقتي نتفرغ ونركز في بطوله الدوري. انا شايف نادي الزمالك طاقته هتنقسم الى اثنين، بطوله افريقيا اللي هم فيها الاتحاد الافريقي وبطوله الدوري، فدي اعتقد ان هي طاقته مش هتبقى مركزه جدا بنسبه كبيره من الدوري، فممكن تكون منقسمه وجهه نظري الشخصيه يعني، فمش هيقدر يعني يركز فيها بنسبه 100% في بطوله الدوري. بالنسبه لنادي بيراميدز نادي كويس، نادي عريق، نادي كتير زي ما قلنا، انما برضه خبراته في 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 الدوري العام مش هتخليه برضه يحسم الامور، لان طبعا بطوله الدوري محتاجه النفس الطويل، وانا اعتقد النادي الاهلي هو الاقرب ان شاء الله. الاقرب ان شاء الله رب العالمين، بحكم ان انا طبعا اهلاوي وانا بتمنى كده طبعا، ان بنسبه كبيره جدا جدا الدوري يكون في الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب وبنتمنى لهم بكره طبعا التوفيق، بكره يلعبوا طبعا طلائع الجيش اكيد ان شاء الله باذن الله، نتمنى لهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ده بخصوص النادي الاهلي ومباراه الغد وطبعا بطوله الدوري بشكل عام، لكن موضوع حلقتنا النهارده مع الدكتور مفتي ابراهيم هو خاص بعلم التدريب، وحضرتك احد المحاضرين في الاتحاد الالماني، بس السؤال هنا اللي عايز اساله لك طبعا وهو خاص ب التدريب بالتحديد يا كابتن عظيمة، وفيما يخص أكثر تحديدا المدربين المصريين، وهل دلوقتي التدريب بقى علم ولا اجتهاد ولا موهبة من وجهة نظرك يعني؟ أنا من وجهة نظري الثلاثة يعني. الثلاثة كويس. طبعا يعني الثلاثة ما يستغنوش عن بعض. العلم مهم جدا جدا، يعني أنا برضو لغاية دلوقتي مندهش إن الاتحاد الأفريقي ما عملش لغاية دلوقتي بروفيشنال ليفل. البروفيشنال ليفل معمول في المانيا وفي اوروبا من 50 سنه. وصل من 7-8 سنوات بيتعمل في اسيا البروفيشنال ليفل. كويس. انا واخد البروفيشنال ليفل سنه 2006، يعني بقى لي حوالي 13 سنه واخد. مصر وفي افريقيا لسه ما اتعملتش، واقفين عند الايه؟ طب ليه؟ يعني انا شايف ان الكره الافريقيه في تطوير المفروض عندنا مدربين على اعلى، يعني بعد الايه في البروفيشنال ليفل دي لسه مش موجوده. ايوه في سي وبي واي كلها والدول الافريقيه ماشيين سي وبي واي بس. لا سي وبي واي بس، انما في البروفيشنال ليفل حتى دلوقتي بدا يتعمل في اسيا بقاله 7 أو 8 سنوات، يعني دلوقتي حتى اعتقد ان 2020 ما فيش مدرب يشتغل في الدرجه الاولى او في اللي هو في المستوى الاول الا ما يكون محصل على البروفيشنال ليفل تقريبا في اسيا كمان. فدي مهمه جدا جدا التطوير بالنسبه للمدربين في افريقيا وفي مصر بالذات، يعني احنا عندنا زي ما الدكتور اتفضل وقال ان احنا عندنا ما شاء الله عندنا مدربين على اعلى مستوى، فعلا عندنا مدربين اذكياء، عندنا مدربين موهوبين، انما برضو ما يكفيش، لازم برضو العلم مهم جدا 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 في كره القدم، زي ما الدكتور اتكلم على الناشئ من الصغر والكوردينيشن والتعليم والتخزين الذهني اللي هو بيتكلم عليه في الصغر، طبعا كل ما يكون احسن، ده برضه محتاج مدربين على مستوى عالي، لازم التخصصيه بالنسبه للناشئين، مش اي مدرب يمسك ناشئين، مش اي مدرب يمسك اشبال، مش اي مدرب يمسك شباب، مش اي مدرب يمسك فريق اول، الحاجات دي كلها برضه محتاجين تخصصيه فيها زي اوروبا. وليه لا؟ احنا عندنا ما شاء الله، عندنا انا دايما بقول اللاعب المصري عندنا زي قطعه الذهب، قطعه الذهب اللي هي عيار 24، الذهب الايطالي اللي هو 14 و16 بيتباع اغلى من ال 24، ليه؟ عشان بيتصنع صح،
احنا محتاجين الذهب بتاعنا يتصنع صح، بس كده هو ده الفرق. المواهب بتاعتنا لازم تتصنع صح، عشان تجيب واحد صنايعي صح يبقى انت محتاج واحد صنايعي مؤهل صنايعي يعرف يتعامل مع حته الذهب ويبقى وسط الذهب. النادي الاهلي ما شاء الله عليه، انا اسف جدا انا هاخد من وقتك. لا لا خد وقتك يا كابتن طبعا. هروح لك على طول. لا النادي الاهلي ما شاء الله عليه، او نادي الزمالك او نادي المقاولين او ام بي او الناس دي كلها كل سنه بيجي لهم حوالي 10 15 الف واحد في اختبارات صح، بينتقوا منهم اللي هم اللي يعني بيسموها ايه يعني خلاصه الخلاصه وبعد كده في الاخر خالص ما بنلاقيش حد منهم. ليه؟ لان في بعض يعني في بعض المدربين غير مؤهلين، العمليه فيها شويه فهلوه، العمليه فيها شويه محسوبيات زي يبقى مدرب، حاجات كتير جدا جدا هي دي اللي بتعمل لاعب كره القدم. الضغوط النفسيه من البدري، الحاجات دي كلها برضو ليه الحاجات دي كلها محتاجه اللي بتتمثل في المنافسات اللي بتبقى على مستوى اعمار صغير جدا والمنافسات بتبقى قويه واللاعبين بيبقوا مضغوطين فعلا نفسيا، وده شفناه كتير من حاجات كتير جدا. زي مثلا في تزوير، زي مثلا اه طبعا، زي مثلا واحد عنده 18 19 سنه بيلعب مع عيال عندها 12 سنه 13 سنه. الحاجات دي كلها لا، احنا محتاجين هدوء، محتاجين نشتغل صح، محتاجين تخصصيه. اللي يقدر يسيطر على الكلام ده كله ويقدر يطلع لعيب كويس هو المدرب المؤهل الهادي اللي هو شايف شغله، اللي هو المتخصص اللي حابب المهنه، فده مهم جدا جدا جدا. لا انا برضو يعني بالنسبه اتكلم برضو بالنسبه لالمانيا، انا اتكلم على المانيا دلوقتي، المدرسين اللي هم الابتدائي تخيل ان هم بياخدوا رواتب اعلى من المدرسين اللي هم الاعدادي والاكثر. ليه؟ لانهم متخصصين، معظمهم بيبقوا متخصصين في الحته دي بالذات اللي هي مرحله التاسيس. ده تاسيس بالظبط، ده الاساس، الاساس ده مهم جدا. انت لو عملت اساس كويس هتطلع بالعماره كلها كويس، هتطلع بالناشئ كله كويس. فانت تلاقي دلوقتي مثلا في المانيا في اكثر من 14 طفل دلوقتي بيلعبوا كره قدم صغيرين، 14 طفل من 8 سنوات لغايه 12 سنه بيلعبوا بهدوء جدا، وهتلاقي منهم مواهب ومش مستعجلين عليهم، وكلها مهرجانات وكلها حاجات جميله جدا، مره في امستردام، مره هنا، مره هنا، بيتنقلوا في اوروبا طبعا بحكم طبعا القرب المسافات وكده والحدود المفتوحه طبعا، كل الحاجات دي كلها. فبداوا عشان كده في تطوير، الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. انا شايف ان اللاعب المصري عيار 24 ولد 24 مهم جدا جدا ان احنا نستخدمه ونستغله ونأهله ان هو يكون في فتره من الفترات القريبه ان شاء الله يعني يجيب لنا البطولات زي ما جبنا قبل كده. احنا يعني لما تيجي تتكلم برضه نخش برضه في حته ثانيه، معلش انا اتفضل اتفضل يا كابتن. انا بالنسبه دلوقتي المدرب المصري مين واخد ثلاثه كاس افريقيا ورا بعض؟ كابتن حسن منتخب مصر طبعا. منين؟ مصري. مين دخلنا اولمبياد؟ كابتن هاني رمزي. منين هو؟ مصري. مين وصلنا كاس عالم؟ كابتن جوهري. بعديه كوبر. مين ودينا لوس انجلوز؟ كابتن وحش. مصري. انا مش عنصر، ما لهاش علاقه بالعنصريه ولا حاجه، بس طبعا طبعا فاهم. فعلا ما انا عايز اقول ان احنا عندنا المدربين على مستوى عالي جدا جدا، محتاجين بس ان احنا نقف وراهم ونديهم الثقه ونحاول نعمل لهم يعني برضو الدراسات التاهيليه اللي تخليهم برضو ياخدوا اكثر واكثر ويبقى عندهم برضو ابداع وثقافه عريضه برضو في كره القدم. اكيد ان شاء الله باذن الله. كلام مهم جدا منك يا كابتن عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه على فوزك بالدوري والكاس العماني، واكيد كانت مداخله مهمه جدا من الكابتن الكبير كابتن محمد عبد العظيم عظيم المدرب العام السابق في الجهاز الفني الاسبق للنادي الاهلي بقياده مستر مارتن يول، واكيد مدرب وواجهه مشرفه.